افتتح الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة فعاليات أسبوع الملامة لريادة الأعمال في نسخته 9 تحت شعار المدن الذكية وريادة الأعمال بتنظيم من محافظة العاصمة وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل تمكين. حضر حفل الافتتاح سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة وأكثر من 500 مشارك. وبهذه المناسبة أكد المحافظ حرص المحافظة على دعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في توفير بيئة داعمة ومحفزة لرواد الأعمال، مشيرا إلى أن اختيار شعار الحدث في نسخة هذا العام يأتي انطلاقا من حرص محافظة العاصمة على تمكين رواد الأعمال وتشجيعهم للانخراط في مجال تحويل المدن إلى ذكية بوصفه المفتاح للوصول لمستقبل أكثر ذكاء واستدامة لمدننا. ولأهمية التحول التكنولوجي في تعزيز جودة حياة الإنسان وإسهامه في تطوير المجتمعات، كما شهدت فعالية افتتاح أسبوع الملامة جلسة افتتاحية تحت عنوان محادثة مع القادة تشكيل مستقبل البحرين المستدام، شارك فيها سعادة وزيرة التنمية المستدامة وسعادة وزير الصناعة والتجارة. طبعا احنا تونا منتهين اليوم الأول من أسبوع منامة لريادة الأعمال، فعالية كانت جدا ناجحة تخللتها كثير من النقاشات على دور مملكة البحرين في دعم ريادة الأعمال ودور الحكومة كذلك. احنا اليوم في صندوق العمل تمكين ندعم ريادة الأعمال بشكل جدا كبير، جزء من دورنا هو دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. هناك في الحقيقة العديد من البرامج اللي يتم دعمها من قبل صندوق العمل تمكين لدعم القطاع الخاص من خلال البرامج اللي احنا نطلقها، نتمنى لهم ان شاء الله النجاح، وكانت فعلا فعالية جدا ناجحة. طبعا تشهد هذه النسخة مشاركة واسعة ونخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، تشمل البرامج عبارة عن حلقات نقاشية وورش عمل متنوعة، وهالسنة ركزنا على موضوع الاستدامة ودور رواد الأعمال في مجال المدن الذكية، وطبعا إن شاء الله راح يخدم أكبر فئة من رواد الأعمال، وفي النهاية نهدف إلى تشجيعهم وتحفيز الشباب والشركات والمؤسسات الصغيرة المتوسطة لدعم قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين. إحنا اليوم متواجدين في فعالية أسبوع المنامة، وإحنا كوهج شكلنا اللجنة التنظيمية لهذه الفعالية المبتكرة، فيها تبادلنا روح المبادرة والتعاون والابتكار ونطمح لمستقبل أكثر استدامة للجميع. نحب نشكر أسبوع المنامة لريادة الأعمال بخصوص أنهم كرمونا كوننا شريك التواصل الاجتماعي معهم، وشاركنا ببوث هني بعد نحب نحط فيه أفكارنا ونعرف الناس أكثر بخوش فكرة إن هي شركة بحرينية حق صناعة المحتوى. والله فرصة حلوة من المحافظة إنهم يسلطون الضوء على ريادة الأعمال وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فنحاول نعرف ناس أكثر إن شاء الله ونستفيد من خبراتهم ونستفيد من خبرات سعادة الوزراء اللي قاعد يتكلمون عن هالأفكار. اليوم حضرنا الأوبنينج سيشن حق أسبوع المنامة لريادة الأعمال، وإحنا نطمح إن ننقل مثل هذه التجارب لجمعاتنا في الخارج عشان نستفيد من تبادل الخبرات، وإن شاء الله في يوم من الأيام نشوف مثل هالمؤتمرات منقولة للخارج لجمعاتنا إن شاء الله.